السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. هذه الصورة لقوها البارح في مقبرة العبابسة بمدينة العبادية ولاية عين دبلة. لقوها في صاشي في القبر مع ملابس تاعها، راها عند إمام المسجد. إن شاء الله تكون بخير وربي يحفظها. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يشرك بالله. اللي يعرفها يقدر يوصل لها صورة أو يوصلها لأهل هذه الأخت. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.